إبليس. الحمد لله. باهي خلينا نتعرفوا عليك، قداش عمرك؟ شو تعمل في الدنيا؟ منين تتكلم فينا؟ أنا نتكلم فيكم من سيرينا، وعمري 38، نخدم في بريد. باهي هي البرشا، شنو أحوالها سيرينا؟ والله تمام الحمد لله. ما نعرفش في الكوفيد شنو الأرقام عندكم تو في سيرينا بالضبط؟ نصور أرقام. لا لا هاني ماشي وتزيد القدة. باهي بارابور باقي الولايات نتصور لاباس أنا معناتها. ها؟ لا لاباس لاباس، بروس لاباس ما فيهاش، فاهم مرزة ما فيهاش يعني متوفي. ربي يحمي الناس الكل إن شاء الله. باهي سينو 38 عام تخدم، سافا الخدمة ماشية؟ والله لاباس الحمد لله، هي الخدمة ماشية قول لي بالبيبة، أما اللي مش ماشي هو ال آه هكا هو اللي مش ماشي. قول لي من الأول خلينا نرجعوا. قداش نرجع بيك التالي؟ قداش من عام التالي؟ شنو ما فهمتكش؟ في حكايتك اليوم قداش عندك، قداش عندها من عام الحكاية؟ يعني على الأول يعني حكيتك عليه يعني مرة على الدكاترة. على لا هو براتيكمون على اللي كنت معاها بعلاقة وقصت العلاقة وما توصلتش. أنا وقفت العلاقة ما توصلتش، هذا اللي عملت لي مرتي براكاج. أنا الآخر اللي كونكوا أنا بنت في هذي اللي حبيته. واحدة واحدة على شو معناتها مرته عملت لك براكاج؟ هذي عملت براكاج باش ما عادش أنا نظهر قدامه، فهمت؟ باش ترتاح لي من عمري، فهمت؟ استنى 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 لحظة برك يا حنين. أنت كنت مخطوبة لواحد ما كتبش المكتوبة؟ وما كتبش المكتوب، كونكوا أنا حبيته معناها على خاطر هو عرف وخلاني، فهمت شنو نقصد انا؟ كي خطبني هذا بنته فيا، فهمتني؟ انا مشيت مش مستدعاه، ما حبش ياخذ الاستدعاء، ما حبش يقابلني جمله، خاطر تو حاجه مشيت تفت على روحي، كي انسان جا مش مستدعاك ما ياخذ الاستدعاء ولا ليه؟ كان جيت مرحبا كان قاعد مرحبا. انت علاش حبي تستدعيه؟ ما حبش يقابلني، ما حبش ياخذ من عندي الاستدعاء. وانت علاش حبيت تستدعي؟ ما جاوبتنيش. حبيت تستدعي باش نغزلو، فهمت معناها؟ باش؟ باش نغزلو. اي خطا فما كيف ما هو عملي انا نردلو. اي فما شكون يراها فيها نوع من الاستفزاز. هاي انا نحب نستفزو. انا كان احكي لك قصتي كيف يعني وقت عرس لبس العرس نتاعو. ابقى انا متصور انه نفس العرس نتاعي عديها سهريه مع مرته ولا لا؟ بعديها معايا انا. وفي الاوتيل ما قعدش روح بمرته وبقى يحكي معايا انا في التليفون، فهمتني؟ ورانا نسكنوا بحدا بعضنا وكي يعني يتبع فيا وين نمشي وين نجي وكل شيء، اما دار ما حبوش، دار ما حبوش. هو مستواه عليا، هو استاذ وانا شوفوا فهمتني؟ اي معناتها نورمال ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، هاني توفى الحلاقة وما اما لا هو ما يفهمش هكاك. وصلت تعرفت انا ومرته معناتها براكاج، معناتها سامحني مرته عملت لك براكاج بمعنى؟ معنى حرف في ولد كما احنا نقولوا طفل، فهمت معناها؟ لاباس انت وقتها من البراكاج اللي صار لك؟ لا لا بيت الحمد لله ما عملي حتى شيء. كيفاش عرفتها هي اللي معناتها كيفاش عرفتها هي اللي حرشت فيك وقتها كي روحت يعني مشيت نخدم تخزرني في خاطرها مش نورمال وهذا التليفون وكلمت راجلها كي جا راجل بقى يخزر يعني ياكل البيت الضم فهمتش معناها؟ أصل يعني يقولوا لك في مخاخهم اللي احنا مش نعملوا لها البركاز هذاك وهي هاي موجوده اللي هذه سامية يعني نسمع بيه حتى حد البركات كأنا وربي سبحانه هكا هو. قلت حتى البارنة ما قلتش ليه. بعد مدة بعد ما هو شاف حياته، أنت شفت حياتك وتعيش وتخدم وشفت حياتك، شو تعلمت منها التجربة هذه؟ والله تعلمت منها برشا حوايج وكل شيء، ولو انه هو ما نسانيش جمله ما حباش ينحيني من مخه جمله بتات جمله ما نسانيش، مازال يحبني فهمت معناها؟ مازلت حيه في قلبه فهمتني؟ ومره مشيت لدارهم تو انت حاطه كواتر فوق كواتر عرسك فوق الوحده تمشي تنحيه. الو نسمع فيك يا حنين، نسمع فيك.
تمشي انت تنحيه تقام انت تسمع بي انا مش نجيبش انا حل الكواتر نتاع عرس باش انا ما نشوفوش. فهمتني؟ شوف هو كما قلت انا في البدايه حنين هو راهو نورمالمون كل واحد مشى على روحه هو شاف حياته عرس وانت نورمالمون تشوف حياتك نورمالمون تفهم بطريقه من نوع هذا ما نوصلوش لل شفت حياتي مع هذايا اخي هذا قالك لي انا ما نصرف حتى شيء انت تدفعي كل شيء مشيت معاه في الخط ودفعت كل شيء لحظه واحده واحده ما هو فسر لي شو تدفع انت مصاريف العرس مصاريف العرس صحيح وعلاش؟ قالك ما نتعاش دفعت انا زوج ملايين ما فهمش حتى قلق وكي كلم امي وقالت له جيب الملاك والذهب قال لي ما مش نجيب انا ملاك وذهب ما عنديش لو انت تخدم ما عنديش قالها قالت له كل واحد يمشي على روحه قالها طريقة سلام طيب قام انت تنكس عليا ورايا ما انا كل واحد يمشي على روحه وانساني قال لهم راي بيها وراي عليها ولا ما نعرفش هكا وهكا فهمتني معناها زوز تجارب في حياتك صعيب لا مع الاول عادية جدا مع الاول انا متأكد ان هو مع مرته ما يحبهاش جملة 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 بتاتا هذيك هذيك تسمى خيانة يا حنين ما عندها حتى تسمية اخرى الا الخيانة تتسمى اسمعني ما خلطوه مش هو يخون انا ما كانت تحبنا منه طيحات الصغير وعنده عادي يعني مش حزين عليا فهمت مش هكا حزين على ولده كي طاح عنده عادي جدا فرحان انا نحسه فرحان فهمتني ما زلت نحسك ما زلتك معناتها مرتبطه برشا بزوز مشاكل اللي صاروا لك مشكلة الأولى ومشكلة الثانية وكأنهم عندهم لا مشكلة ثانية ما عندي بها حتى قلق من المشكلة الأولى ما زلت بينهم بينهم ما زلت نحبه الشخص هذاك ما زلت نحبه يا رجل ما عرفتش وقف معايا في وقفة الرجال بالقد بالقد وقف معايا مرة صارت لي تا وقف هو معايا فيها حنين نعم تحب نحكيه بالعقل ولا تحب نحكيه بلغة الأحلام واللغة الوردية واللغة اللي فيها برشا هكا لغة خشبية نحكيو بالواقع احنا تو حد نحكي الواقع. بالعقل وبال... الواقع بالواقع والعقل بالنسبة. الواقع شنو يقول يقول هذا انسان شاف حياته معرس قداش عنده من عام تو عنده خمسة سنين بارك الله 2013 اي معناتها اكثر حسيت معاه هنا وقت هو عرس 2013 اكثر يا حنين عنده 8 سنين احسب منيح 8 سنين ملي عرس 8 سنين شاف حياته انت زاد لازمك تشوف حياتك توا معناتها لا انا توا عندي شكون في حياتي انا سريا مش خلاه سريا اي سريا علاش ولا علاش اي على خاطر كي نحكي ما تتمش يعني يحزوك ويغضبوا ويبغضوك وفهمت دائما بالعين انت اي نعم بالعين صارت لي كا وفما شكون اللي يعمل لي حاجات مشغول عملي حاجات ما يعني ما يحبنيش نتهنى وما يحبنيش نفرح ما يحبنيش حتى يعني ما حابينك هو ايجا نقول لك انا نمشي معاك في حكايه انه ما نسبقوش الاحداث مش حكايه سريه انا كهو اما مش لازم نسبقوا الاحداث برشا معناتها اذا كنت عرفت على شخص في حياتك مش بالضروره باش تقوم تشهر به معناتها واحده واحده تشوفوا الطبيعة تركب على بعضها ولا هل هو الشخص المناسب ولا خاطر ينجم يكون يا حنين خلينا نقول لك حاجه نجم بينك وبين روحك تعرفت على شخص تعرفت عليه ما كانش في المستوى كل واحد يمشي على روحه ما تلقاش فيها مشكله اما لو تحكي لاصحابك وعائلتك وغيره من بعد شو لك مشكله ها هو الرقم اربعه ولا ها هو رقم خمسه يبدا عاد الكونتوري ماركي مشكله كبيره برشا فالتمشيك صحيح توا حاول تلقى الشخص المناسب يا حنين لقيت الشخص المناسب اما قلت لك سريه اي سريا بمعنى انك ما زلت تتعرف عليه لا متعرف عليه معاه خمسة سنين خمسة سنين وانت ويتقدم انا على اساس مانيش مش نحكي حتى البشر يا حنين ايش نقول لك ايش نقول نحكي على فترة تعارف صغيرة انا تو مش خمسة سنين ما وانت في السر لا ما هو لا في بالها دارنا في بالهم دارنا في بالهم جيت تحكي على اصحابك والعائلة انت باش ما تقولش اي ما امي في بالها وحكيت معاه وحكيت مع امي فهمتني؟ ايه وليه في راس العام مش يخطب؟ انا على اساس مش خطبة على اساس كليس اني يقولوا راجعي على حاجه اخرى فهمت معناها؟ فهمتك علاش يا حنين؟ قل
ما نحكيش ما نحكيش للعبيد فهمتني؟ كان بالنسبه لي حاجه رقميه. انت متليعه حسيت بيك تو. بالطبيعه مالاش والله متليعه زاد مجوج فيه. اي باش نقول لك براتيكمون انت في الطريق الصحيح اذا كان لقيت الشخص المناسب وان شاء الله باش تبدا حياتك من اول وجديد، ولكن الزوز تجارب هذوما صعب شوي. اي التجربه الاولى، التجربه الاولى كنت انا وياه 3 سنين سمنا على عسل صلي على النبي. ما نعرفش كيفاش خذاها المراضي، حتى كي خذاها راهو يحكي معايا عادي وكل شيء. ما لازموش يحكي معاك. راني نحبك ونموت عليك. ما لازموش يحكي معاك. ما لازموش يحكي معاك. ما تجيش. انا اللي قصيتها مش هو اللي جا. انا اللي قصيتها. ولازمك تقصها من الاول خاطر هو راجل معرس وانت ما تجيش. ما تجيش. لا عاد هو ما عطاش اسمه الحقيقي عاد، عطى اسمي المستعار اخي انا مهسه عليه وطلعته. اه عمل فيسبوك صار هو. اه؟ شو تحكي معاه على الفيسبوك انت؟ لا مش على الفيسبوك، نحكي معاه على التليفون، اما هو عاطي اسم مستعار مش اسم الحقيقي اللي تاني فيا ايمن، اما انا شايل قضية. بس القضية عرفته خاطر كي نتكلم في التليفون يهز هو التليفون ويحكي معايا. ومرة في رمضان احنا قاعدين وهو متعدي بالكهرباء، هذا التليفون وقلت له يا محمد انت وين؟ قال لي هاني في البلاد. قال لي انت وشكون؟ قلت له وحدي. قال لي يا زيد لك كذب، اكيد انت مرت خوك. فهمت الحكايه؟ يعني شافني كي انا مرت خويا نحوسه. فهمتني؟ حنين توا ركز في اشطر الكيس المليان في حياتك. جبريا تخدم باهية تعرف شو تعمل، عشت تجربة صعيبة عادي جدا، ما تستمر الحياة تعيش ونواصلوا فيها، ما تقفش على هذاك هاو. اي لا سيدي اما حاسك وفا ماكش نسيتو. لا بالطبيعه مانيش مش ننساه. نعمل روحي باش ننساه ما ننساش، خاطر هذاك حب الوحيد. ونفرحك بالحقيقه هذاك حب الوحيد، ما نحب حتى بشر بعد ولا قبل. فهمتني؟ ما يجيش، هاني نقول لك ما يجيش. لا تو سيئ انا في قلبي محطوط مش سيئ، هو ربي يهني، هو ربي يبين عليه. حتى المشاعر تعتبر خيانه لما الانسان يكون مع عبده ومشاعره مع انسان اخر فيها جانب الخيانه. ما نكلموش تو احنا تو مثال ولاد حومه، كيفاش ما نكلموش بعض؟ حتى كي نتقابلوا ما يكلمنيش، مره يدهم عليه كرهبه، مره عايز تتصور انت جاش شنو يعملها باش تقول انا بعيده عليه. هو مره وقفت كرهبه وقفت لي حكيت معاها، صدقني ما خلاش يتعب، ما خلاش يتعب، بس الكرهبه قدام التريك وقال ما تعدي. بنت حومته. ها بنت حومته باش ما نقولش كلمه اخرى. باهي نشكرك برشا حنين، ميرسي، ربي يوفقك يا حنين في حياتك. في شنو امنيتك حنين؟ امنيتي اني نترسم وناخذ الراجل هذا اللي تو نحبه بالرسم. اي ثبت لي روحك. شكون تحب تو الاول ولا هذا؟ لا سي هو ما عادش تو سي ما عادش، نحيته من مخي تو، عندي مده تو نحيته من مخي. انت كل دقيقه وعلمها يظهر لي. لا حتى قبل انا وياه عندي عادي جدا، كاني ما نعرفوش جمله مالو لو فهمتي وقعوا. ايش نقول لك؟ هو اللي تحكي فيه هو اللي لازم يشير، لانه علاقه مشيت على روحها. انت تو ما عرفتش الاخر، ان شاء الله ربي يهنيكم وربي يوفقكم. توفى العلاقة هذيك عادي، راه مش عيب إذا كان كنت معاه ما كتبتوش لبعضكم، أما غدوا تغدروا لبعضكم وموا فما نوع من الاحترام بيناتكم. نشكرك برشا حنين، ربي يوفقك إن شاء الله تترسم في خدمتك. يعيشك الله يعيشك وإن شاء الله ربي يكتب لك اللي في بالك. شكرا لك حنين، ميرسي. حنين اللي متواصلة معنا من سليانة، تحية كبيرة لكم اللي تبعوا فينا في سليانة. سليانة تبعوا فينا على 3W.UNFM.net. إن شاء الله يا ربي توليو بون، إن شاء الله نتمنى توليو تسمعونا على البوند اف ام كيما إن شاء الله على